كل الأديان السماوية تؤمن بوجود الشيطان، وهو السبب في إن آدم وحواء عملوا خطية ونزلوا من الجنة. إذن في شيطان؟ في شيطان، زي ما في ملاك في شياطين. وهل ممكن الشيطان يدخل في إنسان؟ ممكن، وده مكتوب في الكتاب المقدس، ومتهيألي كل الأديان معترفة بوجود إن ممكن روح شريرة تدخل جوه إنسان. في علامات؟ في علامات وفي دلائل. وإزاي يقدر إنسان أو راجل مؤمن يخرج هذا الشيطان؟ تعالوا نسمع قداسة البابا بيتكلم على الموضوع ده. كان في أحد الأشخاص اللي بعتوا لقداسة البابا وبيسألوه إيه هي العلامات والدلائل على الإنسان ده إنه راكبه شيطان، وإزاي نقدر نخرج الشيطان ده منه. يلا بينا نسمع قداسة البابا بيتكلم على موضوع الشيطان. واحد بيقول: ما هي العلامات التي يستطيع الإنسان أن يستنتج أن الشخص الذي أمامه عليه روح شيطان؟ خاف أقول لكم بالليل تتخطوا. وما هو العلاج؟ وهل تأثير الشيطان من الخارج أقل من التأثير عندما يكون الشيطان بداخل الإنسان؟ في عدة حاجات. في حاجة منهم إن ساعات اللي بيكون عليه شيطان بيكون فيه درجة من العنف والاعتداء، زي الشيطان اللي قالوا عليه ساعة لاجئون، وكان بيربطوه بالسلاسل وكان بيعتدي على الناس وكان زي الوحش. فدي حالة من الحالات يعرفوه بيها. في حالة تاني ان واحد عليه شيطان يتكلم بلغة غير لغته ولهجة غير لهجته، يعني رجل يتكلم بصوت امرأة مثلا، او تلاقيه يتكلم بلغة يونانية بلغة لاتيني بأي حاجة وكركبة كده على طول، يعني مش بيستهجاها، وواضح ان في روح معينة مسيطرة عليه غير روحه، صوت غير صوته، لغة غير لغته، لهجة غير لهجته. بيحصل احيانا كده. وساعات واحد عليه شيطان وجايز يكون هادي وله عوارض اخرى، مثلا الفاظ تجديف في ربنا، في العدرا، في الملائكة، في اي حاجة، ولا بيعتدي على حد ولا هايج ولا لغة ولا حاجة. يعني في حاجات كتير. كمان الشخص اللي عليه شيطان الصرخة بتاعته ترعش، يعني غير أي صرخة عادية، تخوف. ربنا ينجيكم شيطان. الحكاية ربنا بيقول: هذا الجنس لا يخرج إلا بشيء، إلا بالصلاة والصوم. عايزة صلاة وعايزة موهبة، يعني إخراج الشياطين دي موهبة من ربنا، مش كل واحد عنده موهبة إخراج الشياطين. وعلى أي الحالات عايزة صلاة وعايزة صبر. يعني إيه صلاة وصبر؟ يعني واحد جاي تصلي عليه الشيطان بتاعه ربع ساعة وما يرضاش يخرج، عايز له سهراية، يفضل يصلي لغاية لما يزهق الشيطان ياخد بعضه وماشي. زي واحد كده راهب بسيط وجه يصلي على شيطان ومسك كتاب المزامير، فالشيطان بيقول له: انت بتعمل ايه؟ قال له: هصلي عليك لغاية لما اخلص طوباهم. طوباهم دي المزمور الكبير، طوباهم الذين بلا عيب في الطريق. والمزمور الكبير ده 22 قطعة، وكل قطعة 8 مزامير، يعني 176 8 آيات، يعني 176 آية، أطول مزمور في الكتاب المقدس، وبالتالي أطول إصحاح في الكتاب المقدس. ففي ناس ساعات يقعد يصلي مدة طويلة
وفي ناس من قوة الإيمان والموهبة من غير صلاة جايز يمر كده الشيطان يصرخ ويمشي، لكن مش زي ما بعض الناس الغلابة يجي يقول له حرقك بنار ويجيب له شمعية، ده يبقوا ناس مبتدئين في الشغلانة وما عندهمش الموهبة.